بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبابي الكرام، أيها الأعزاء الفضلاء، درسنا اليوم هو جلب النساء والرجال بالخنفسة. والخنفسة معروفة عندكم، وهو جلب قاطع لا نظير له، تأخذ على بركة الله ورقة بيضاء، ورقة بيضاء أو كاغط أبيض نقي، وتكون طاهرة التوب والمكان والبدن، تصلي لله ركعتين، ومن طبيعة الأمر أنك تصرف العمار وتتحصن دائما دائما وأبدا، لأن هناك من يسألني عن التحصين والإسراف، فهو دائم في الأعمال الروحانية دائما، وأن تكون في مكان خالي وحدك، تخط هذا المثلث، هذا المثلث الغزالي بقلم روحاني، ها المفتاح، 2 3 4 5 هي الهاء، تجعلها هاء هنا، تكتب طالب فوق الهاء والمطلوب تحت الهاء، 6 7 8 9، وتدير حول هذا المثلث صورة ياسين بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إلى محضرون، إلى محضرون مع التوكيل التام، وهو الكيفية هكذا، أنك تكتب بالحروف الروحانية اسم الطالب في خانة الهاء من الأعلى كما وصفت لكم، والمطلوب من أسفل الهاء، وحول المثلث تدير صورة ياسين بالقلم الروحاني إلى قوله تعالى محضرون، محضرون، كذلك يحضر فلان إلى فلانة، أو فلانة إلى فلان، أعزيطاشين، أعزيطاشين، أعزيطاشين 3 مرات، على قلبيهما بالمحبة الدائمة بحق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وبحق طوب طيهوب ليهوب سيغوب، أهيا شراهيا أدناي أصبعوت آل شداي، أجب يا جبرائيل وأنت يا ميكائيل وأنت يا إسرافيل وأنت يا عزرائيل، وانزلوا على الأرواح الروحانية الممتزجة بطبيعة فلان وفلانة حتى يأتي إلى فلانة بحق هذه الصورة الشريفة وما فيها من السر والأسرار والنور، النور والأنوار. والملاحظة هنا أن الكتابة تكون في كاغد أبيض كما قلت لكم، والورقة تكون بيضاء، وتدق مسمار من خشب، مسمار يكون صغير من خشب، خشب صلب في خانة الهاء، دقه في حرف الهاء في وسط الهاء، واربط فيه خنفسة بفتلة حمراء، إذا كان المطلوب، إذا كان المطلوب أنت، تكون الفتلة يعني خيط أحمر تربط به الخنفسة، وإن كان المطلوب ذكر فالفتلة تكون خضراء خيط أخضر كيفما كان من أي نوع، وإن كان المطلوب ذكر تكون الخنفسة كبيرة، وإن كانت أنت تكون الخنفسة صغيرة. وعزم بياسين 7 مرات كل وقت ضبور كل صلاة من الصبح إلى العشاء، والعمل يكون في محل خالي لا يطلع عليك أحد إلا الله، والبخور يكون بخور كل يوم، كل يوم له بخور، له بخور، وكونوا على يقين بأن هذا العمل، هذا العمل قاطع، كلما تدور لا تقتل الخنفسة، دعها تدور، تدور حول الجدول، حول الخاتم، حول الخاتم المثلث المكتوب بقلم روحاني ومداد روحاني، فإن هذه
المحبة وهذه الجلب تكون دائمة دائمة دائمة، كلما دارت الخنفسة يدور قلبيهما يحبان بعضهما البعض. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين، وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.